الله يحفظه على خدمة الشعب وخدمة الوطن وخدمة الحرمين الشريفين ولي عهده ولي عهده. أهني حكومة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين، والله يديم الأمن والأمان على بلدنا. أقول الله يديم، الله يديم عز مملكتنا وملكنا وحكومتنا. أتمنى للمملكة تقدم وتطور وتحقيق رؤية 2030، وأشكر كل من يساعد في خدمة هذا الوطن وكل الجنود في الحد الجنوبي، ووطننا إن شاء الله يكون بخير مدام ملكنا سلمان الخير. أهني الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة، بمناسبة سنتين ذكرى البيعة، وولي العهد وولي ولي العهد والشعب السعودي. نهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولي عهد عهده بذكرى البيعة، ونحن الشعب السعودي إن شاء الله يد واحدة ومتماسكين إن شاء الله، ونقول خادم الحرمين الشريفين نحن أبنائك وإحنا في خدمة هذا الوطن وخدمة الدين، والله يوفقه إن شاء الله، يوفقه ولي عهده ولي عهده الثاني. أهني المملكة بالبيع بالأشياء اللي هي قاعدة تصير في المملكة، لأنه في أشياء مرة صارت حلوة في المملكة، أنه في أشياء تطورت والحمد لله، أنه يكفي أنه الملك سلمان مو موفر على أي أحد هنا في المملكة العربية السعودية أي حاجة، والحمد لله ونشكره مرة ثانية. وهني حكومتنا الرشيدة بمناسبة ذكرى البيعة الثانية، وهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وهني شعبنا الحبيب حفظكم الله. نهني ونبارك القيادة الرشيدة البيعة أو الذكرى البيعة الثانية، ونسأل الله أن الله يديم الأمن والرخاء وأن ينصر الجنود على الحدود. أول شيء أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ذكرى البيعة الثانية، وأهني الشعب وأهني الجنودنا الأبطال وأطال الله في أعمار مليكنا. والله أهني الشعب السعودي، أهنئهم على البيعة الجديدة وأهنئهم على ملكنا، والله يديم إن شاء الله علينا الأمن والأمان في عز وظل ملكنا الملك سلمان إن شاء الله. الله يطول في عمره إن شاء الله ويرزقه إن شاء الله الوزراء إن شاء الله يا رب العالمين، والمعينين إن شاء الله على الدين، والله يديم إن شاء الله من عز وأمن لبلدنا يا ربي. أهنئ الوطن بذكرى البيعة، والله يحفظ علينا أمننا وأماننا ويحفظ مليكنا ويحفظ الشعب السعودي. أهنا بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة على الجهد الجبار اللي قاعد يشتغل في البلد من نهضة عمرانية ومن نهضة سياحية، وإن شاء الله إن شاء الله مع الرؤية إن شاء الله يكون كل شيء أوضح، إن شاء الله يكون نهضة عالية إن شاء الله راح تفرق في البلد. نهنى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وأدام عزه بمناسبة مرور البيعة، كما نهنى الشعب على مرور البيعة، ونسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والرخاء لمملكتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة، كما نسأله أن يكفينا شر ما حولنا من أحداث. طبعا نهني أنفسنا ونهني الوطن بسلمان الحزم والعزم، والحقيقة جدا يعني رائع بهذا الوطن، بهذا الإنجاز، الإنجازات الكبيرة اللي تقدمها لنا حكومة سيد خادم الحرمين الشريفين، والله يديم لنا سلمان الحزم والعزم ملكا وذخرا للإسلام والمسلمين. أتمنى لشعب المملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار تحت راية الملك سلمان حفظه الله. نطلب من الله التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والحمد لله يعني نشاهد تطورات ورؤية 2030 إن شاء الله أنها تكون لخدمة الدين وخدمة المواطنين بإذن الله، ونطلب من الله التوفيق لهم والسداد. الله يعزهم إن شاء الله ويحفظهم وينصرهم ولا ينصر عليهم، هذا اللي يقول، يقول الله يخليهم لنا ويديم عز يا رب العالمين، يا الله يحفظ لنا ملكنا ويجعل من أراد المسلمين والمملكة بسوء أن الله يرد كيده في نحره. لا نجد أجمل من تلك المناسبة لنجدد ولاءنا لملكنا الملك سلمان بن عبد العزيز، ونقول بصوت واحد نحن معك في أي وقت وفي رخاء وفي الشدة. بارك الله فيك، ونسأل الله أن يجعلنا جنودا لك
في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. مبارك لخادم الحرمين الشريفين سيدي خادم الحرمين الشريفين، مبارك لهذه البيعة وأبارك للشعب السعودي هذه البيعة، ونسأل الله العلي العظيم أن يديم هذا البلد في أمن وأمان وراحة واطمئنان بإذن الله سبحانه وتعالى. نجدد له البيعة كل عام وكل يوم وكل حين، ونسأل الله العلي العظيم في دعائنا في سجودنا في صلاتنا في حياتنا أن يمد في عمره على طاعته سبحانه وتعالى. في هذه المناسبة المباركة نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدم حكومة المملكة من خدمات ومجهودات في صالح المواطن والمقيم، ونتمنى إعادة هذه المناسبة أعوام عديدة وسنوات مديدة، ولكم خالص الشكر في هذا البلد المبارك. أولا أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده، وأهنئ الشعب السعودي بذكرى البيعة، وأتمنى أن يعم الخير والأمن والسلام على المملكة العربية السعودية وعلى جميع الأوطان العربية والإسلامية. أهنئ خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة، وحقيقة ولله الحمد في نعمة ورخاء وأمن ولله الحمد والمنة. وأذكر أخواني أن من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية، لكن ولله الحمد والمنة أمر شرعي يمشي على كل مسلم. نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين، وأهني الوطن على عام جديد، وإن شاء الله كل سنة وهذا الوطن آمن ورزق وفير وخدمة راقية للمواطن. وهنا الوطن بمناسبة البيعة، والله يخلينا بابا سلمان. كل عام وانتم بخير بذكرى البيعة، وأحب أهني بابا سلمان، والله يديم علينا الأمن والأمان. البيعة والولاء للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء بإذن الله تعالى. صراحة أجدها مناسبة جميلة، نتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده على هذه الذكرى الجميلة، ذكرى البيعة، وأهني نفسي والشعب السعودي على هذه السنة. أسأل الله أن تكون سنة خير وبركة واستقرار وأمن وأمان ورخاء. بمناسبة ذكرى البيعة أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وحكومتنا الرشيدة والشعب السعودي الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة. طبعا أول شيء نهني خادم الحرمين على البيعة الثانية، وإن شاء الله نتمنى له طول العمر والسداد في التوفيق في خدمة الدولة إن شاء الله وخدمة الحرمين. نبايع الملك ونبايع الشعب السعودي كامل، ونحمد الله ونشكره أولا وأخيرا على هذا الملك والأمن والأمان ثانيا، ونسأل الله رب العالمين أبو العرش العظيم أن يحفظه وأن يخليه. نحن في أمن وأمان وجود الله سبحانه وتعالى وبوجود سلمان الخير سلمان الحزن. لازلنا الحمد لله نتمتع بأحلى حياة حلوة. إضافة على ذلك اللهم صل وسلم على محمد، نعيش أنا وأنت والثاني والثالث كلنا نبايع سلمان على الأمن والطاعة. وهني خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على هذه المناسبة الطيبة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. أرفع أسمى التهاني وتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي كافة بهذا المناسبة، وبهذا المناسبة نجدد الولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين والدنا الوالد القائد الأعلى الملك سلمان بن عبد العزيز، الله يحفظه، ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا في المداخل والمخارج وفي الحد الجنوبي. أولا أهني الشعب السعودي بهذه القيادة الحكيمة في ظل حكومة مولاي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأدعو جميع المواطنين بالالتفاف حول حكومتهم الرشيدة والوقوف صفا ضد جميع من يعبث أو يمس أمن هذه الوحدة والكيان الشامخ بأي شيء، ونجدد العهد والولاء
والطاعة لحكومتنا الرشيدة على رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أسأل الله أن يديم له الصحة والعافية وأن يمده بالعون والسداد والتوفيق. أولا أهني الحكومة هذه المناسبة العظيمة، والله يديم على نعمة الأمن والأمان، أكبر نعمة نحمد الله عليها حقيقة، يعني الكل يغبطنا عليها، الله يديمها علينا ويتمها على نعمة، ونشكر حكومتنا على كل ما قدموه لنا من أمن وأمان ومن رخاء من استقرار، الله يتممها علينا هذه النعمة. واللي إذا شاف الشعوب الأخرى يقول اللهم لك الحمد والشكر، نحمد الله قايمين قاعدين، اللهم لك الحمد والشكر، ونهني ملكنا وحكومتنا وشعبنا بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا. نهني الملك على ذكرى البيعة، والحمد لله على الأمن والأمان، أحسن من البلدان الأخرى من الحروب والأمان والاستقرار. تشهد المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا في كافة المجالات التعليمية والاقتصادية، ونحن ككتاب رأي نشيد دائما بما نلحظ من إيجابيات ومن حركة اقتصادية منعشة، ندعو دائما إلى لغة التفاؤل، الانضمام دائما وأبدا خلف صف قادتنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنأ الوطن وهنأ الشعب السعودي ببيعة الملك سلمان، وإن شاء الله كل سنة وهو بخير. اللهم ديم الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية. نعم، هني مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة هذا اليوم الذي يعتبر يوم يعني مهم لجميع السعوديين. يعني هذا اليوم يعبر عن مرحلة زاهرة وجديدة في يعني تاريخ المملكة العربية السعودية، يوم تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادتها أنها يعني دولة قوية فاعلة متفاعلة مع محيطها من الدول المجاورة، أيضا مع الأزمات التي تحدث وتعصف بالمنطقة تظل هذه الدولة ثابتة وراسخة بقيادتها وشعبها. ونقول هنيئا لنا نحن كسعوديين بملكنا، ونبايع من جديد ونبارك لهذا الشعب بهذه القيادة الحكيمة، وأيضا بولي العهد وولي العهد. نبايع الملك سلمان على السمع والطاعة ونهنى الوطن فيه. نبايع الملك سلمان على السمع والطاعة ونهنى الشعب فيه. نهنى الشعب السعودي بالملك سلمان ونجدد الولاء فيه على السمع والطاعة. طبعا أول شيء أهني نفسي وأهني وطني على ذكرى البيعة، والله يديم علينا الأمن والأمان، وكل سنة وبابا سلمان بخير. أحبك يا بابا سلمان ودام عزك يا وطن، الله يخليك يا وطننا. أهني خادم الحرمين الشريفين بيوم البيعة، ونجدد الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين. أهني خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي العهد واسمه ولي العهد وجميع الشعب المملكة ذكرى البيعة. نهنى أنفسنا والوطن بهذه المناسبة السعيدة، عسى الله يديم علينا الأمن والأمان، ونجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين. أهني خادم الحرمين الشريفين على ذكرى البيعة، والله يديم علينا من أمن وأمان. حقا لنا أن نفتخر بهذا الملك، ملك العزم والحزم، ونحن نعيش في ظل هذا الأمن والأمان، وهذا بفضل الله ثم بفضل تحكيم الشريعة الإسلامية. لم يأتي هذا الأمر إلا بهذا التحكيم وهذا التنفيذ كوننا جهة تنفيذية تشريعية. أهني الوطن بالأمن والأمان والاستقرار، وأهني بالتنمية في كل المجالات في كل القطاعات، ولله الحمد ونحن بخير ولله الحمد. أهني بالأمن والأمان أي، واللي هو وجود شو اسمه القيادة اللي هو الحكيمة. أهني إن شاء الله نتمنى للوطن كل التوفيق والأمن والأمان في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي العهد. يجب أن نهني أنفسنا والوطن بالوطن ذاته أولا، يجب أن نهني أنفسنا والوطن بخادم الحرمين الشريفين الذي هيئ لهذه القيادة الشابة الناضجة التي تسعى جاهدة لفترة نهوض وإعادة تشكل وإعادة تخلق لهذا الوطن المعطاء. كل التهاني طبعا للوطن على بذكرى البيعة، وهي ذكرى حقيقة هي غالية على قلوب كل السعوديين، وحقيقة في هذه الذكرى يعني نقدم التهنئة لقيادتنا
على ما تبذل حقيقة من عطاء وبذل من أجل المواطن والوطن بشكل عام، بل امتد عطائها إلى 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 خارج حدود الوطن بتقديمه العون لكل المحتاجين. حقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمه لهذا الوطن وللأمة الإسلامية والعالم أجمع من بذل وعطاء. ونقول بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ هذا الوطن بإذن الله تعالى. أهني الملك سلمان ووطننا بالبيعة وعلى الأمن والأمان، والله عز الإسلام والمسلمين. والله بيض الله وجهه وما قصر، طول الله في عمره وينصره على من يعادي بكل فريضة وكل ساعة حق، يا رب إن ينصره على من يعادي وما قصر، وعايش في أمن وأمان والحمد لله ورخاء وأحسن من غيرنا، كلنا نتمناه هذا الأمن والأمان. الله ينصره، أنا بنفسي لو في شيء أنا شادافع عن الوطن وعن الدين، أنا شادافع بنفسي، وأبشرك عيالي كلهم عسكر على الحدود. أحب أهن وطننا والملك سلمان للبيعة، والله يحفظ لنا والملك سلمان ويديم علينا الأمن والأمان في المملكة العربية. والله أهنيهم بالأمن والأمان، والله يديم الملك على رأسنا ونجدد البيعة للملك. نبايع الملك سلمان على السمع والطاعة وقدوة للوطن، وأن الشعب السعودي يفخر فيه. أولا نحمد الله عز وجل نعمة الأمن والأمان اللي نعيش فيها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين. أهني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي العهد في هذه الذكرى الجميلة. أهني فيه بالأمن والأمان وتقدم في التعلم، وكل عام وأنتم بخير. نبايع الملك سلمان على السمع والطاعة. ثاني شيء نهنيه على الذكرى الثانية. ثاني شيء نسأل المولى أن يحفظ جنود البواسل على الحد الجنوبي. نهنى الملك سلمان بهذا بذكرى البيعة إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أنه من تطور إلى تطور وتلاحم بين الشعب وتطور للتعليم بإذن الله. أهني خادم الحرمين الشريفين وأتمنى له الصحة والعافية، وهني الشعب السعودي كلهم على هذه الحكومة، وجدد الولاء إن شاء الله. هني خادم الحرمين الشريفين سمو السيد ولي العهد ولي العهد، والله يديم علينا إن شاء الله الأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن نايف وولي عهد محمد بن سلمان على ذكرى البيعة الثالثة، ونبارك أيضا للشعب السعودي الكريم، ونتمنى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في هذه الذكرى الطيبة. أهني هذا الوطن، أهني قيادة هذا الوطن، أهني شعب هذا الوطن، وأدعو له بمزيد من الرخاء والنعيم. عاماني مرت منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين زمام الأمر في هذا البلد الكريم، اختلفت فيها الأمور، انطلق هذا البلد نحو الحزم والعزم، انطلق بثقة نحو رؤية تمزج بين حكمة الشيوخ وبين همة الشباب، رؤية 2030 التي بدأنا نشعر بأثرها بإذن الله تعالى على رخاء المواطن وعلى رفاهيته، ستكون بإذن الله تعالى منطلقا للجميع. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة، كما أتمنى لهم دوام الصحة والعافية. نهني الوطن بذكرى البيعة، والله يخلي ملك سلمان ودام عزك يا وطن. الله يحفظ وطننا إن شاء الله، ونهني نفوسنا بعد على حكومتنا وعلى شعبنا وعلى قيادتنا، وإن شاء الله من تطور لتطور إن شاء الله. والله أهنئ الوطن بالملك سلمان نفسه، سلمان الخير، سلمان الحزم، سلمان العزم. والله أهنئ الوطن بالبيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونسأل من الله دوام الأمن والأمان والرخاء، وأن يمد خادم الحرمين بمديد من الصحة والعافية وطول العمر، وأن يحفظه لشعبه الكريم وللأمة العربية والإسلامية. هنأ الوطن بالقيادة الرشيدة بقيادة سمو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وولي العهد في هذا المكان من منطقة جازان العريقة الحبيبة على قلوبنا،
ثم أيضا نهنئ القيادة أيضا بمستقبل الأجيال واهتمامها في التعليم وبناء التعليم وبناء الإنسان الصادرة أيضا المتضحة في صدور الميزانية واهتمامها في أبناء الطلاب تقريبا برصد 200 مليار ريال لهذه الأجيال. والله أن الوطن بالخير إن شاء الله والبركة، وأن يجعله خير سعد علينا وعلى الجميع يا رب، والأمة الإسلامية عامة. وأبارك لخادم الحرمين الشريفين، الله يطول عمره إن شاء الله ويسدد خطاه وينصره على من عاده يا رب العالمين. والله بصراحة هذه مناسبة غالية علينا جدا، ونهني القيادة ونهني الأسرة الحاكمة ونهني الشعب السعودي بالبيعة، وإحنا ولاء للملك سلمان وللقيادة وإحنا مع الحكومة، وإحنا نفتخر بصراحة في الملك سلمان وقيادة وبالشعب السعودي وباللحمة الوطنية. نجدد البيعة والولاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد، وأهنئ نفسي والشعب السعودي الكريم بهذا التلاحم وهذا العطاء. حقيقة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الكريم يعيش نهضة ويعيش في بناء ويعيش في تلاحم. والله أهني الوطن بكل شيء، بالأمن والأمان، والحمد لله على كل شيء، يعني النعمة اللي احنا عايشين فيها. أهني بالأمن والأمان والمستقرار، وإن شاء الله بهذا البلاد القائمة على التوحيد ومن أسسه على التوحيد، وأهنيهم إن شاء الله بدوام التوفيق والنجاح بإذن الله. أهني الوطن باستمرار التلاحم بين القيادة والشعب. أهني الوطن بتوفير الأمن والأمان وتلاحم الحكام مع المواطنين والشعب، وهذا أكبر فخر. أقول نهني الملك سلمان على مرور عامين على تولي الحكم. الحمد لله المملكة السعودية فيها نظام التنظيم ممتاز وفيها التعليم، الحمد لله، ونشكر الملك. أقول أول شيء الحمد لله على الأمن والأمان اللي نعيشه، الحمد لله على كل الظروف اللي تحيط بالعالم جميعا، الظروف هذه لا تخفى على أحد، ولكن الحمد لله احنا نعيش في وضع مختلف، أولا بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة من الملك سلمان وولي عهده الأمين وولي عهده. ونتمنى نحن كمواطنين أن تستمر هذا الأمن والأمان، ولن يستمر ذلك إلا بأبناء هذا الشعب، أبناء هذا الشعب الوفي، أبناء هذا الشعب المتعاون، أبناء هذا الشعب الخير. نتمنى أن نكون أبناء للملك سلمان، وإحنا نحن كذلك دائما، وأن نسعى أن نحقق الرؤية التي تسعى إليها الدولة، ولن تتحقق هذه الرؤية إلا بأبناء هذا الوطن. طبعا الله يديم علينا الأمن والأمان، والله يخلينا ملكنا ويحفظه ربي ويطول في عمره، ويجعله إن شاء الله دائما ذخر الوطن، والله يدوم علينا الأمن والأمان بإذن الله. أشكر ملكنا سلمان، الله يطول بعمره ويحفظنا لنا يا رب.